الرحمن الرحيم احبائي الكرام عشاق محب الساحره المستديره في كل مكان متابعي شاشه قناه النادي الاهلي من جديد نعود لنلتقي سويا من هنا من ملعب مدينه الانتاج الاعلامي ولقاء قناه النادي الاهلي و100.6 نجوم اف ام. على يدنا اليمين قناه النادي الاهلي، على يدنا الشمال نجوم اف ام. النادي الاهلي حراسه المرمى الدبل قدامه عسلية وعبد النعيم ومودي وأحمد عدلي ودكرور النهاردة في مركز رأس الحربة، بينما 100.6 نجوم اف ام طارق عبد الستار، أحمد حسن والكابتان وأحمد إبراهيم، أحمد نور، أحمد سلام، رامز زكريا ومصطفى صبحي. شوف اللقاء هيصفر عن ايه، هنشوف ونتابع اللقاء. النهارده موجود اللاعب مصطفى صبحي في نجوم اف ام، لاعب قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وفريق الشباب بيواجه قناه الاهلي. ادي مصطفى صبحي يرجع للكابيتانو نجم نادي الترسانه السابق وبلديه المحله الحالي احمد ابراهيم. يا ابراهيم، واحد من اللعيبه الموهوبه، يعني مشوار طويل وتاريخ طويل تابعته من البدايه مع احمد ابراهيم. مودي لدكروري النهارده في مركز راس الحربه، يعني النهارده دكروري تخلى عن المهام الدفاعيه، سابها لعبد النعيم وعسليه. احمد ابراهيم لمصطفى صبحي، لكن السلام عسليه لمودي. مودي هيحط، هيصوب تصويبه قويه ولكن خارج الملعب بعديه لركله المرمى. شوف الفريقين هيقدموا لنا ايه النهارده. كل فريق النهارده قياده فنيه لقناه النادي الاهلي، المدير الفني استاذ احمد برجاوي، مدير شؤون اللاعبين شادي عبد السلام، ومدير الكره اشرف بدوي، وطبعا مدير التصوير استاذ شنوده والاستاذ حسام دكروري. اللمسه عسليه، دكروري عايز يعدي، عايز يمر لكن مقطوعه، ما يمرش، ما يعديش. يرجع مره ثانيه مصطفى صبحي، الضغط عليه خارج الملعب بعدية لرمية التماس او ركلة التماس الجانبية. قاعد ايضا المدرب العام للفريق محمود سعيد رئيس تحرير ملعب الاشبال والجهاز الطبي وسيم. يبدأ مرة تانية احمد حسين، يرجع ويمرر ويسلم. مصطفى صبحي ناشئ النادي الاهلي النهارده بيواجه قناة الاهلي. سلام يا مصطفى ليه بس، نرجع مرة تانية ويسلم عسلية التمريرة. مودي التمريرة، دكروري ولكن عدى مرة لكن مقطوعة. النهاردة توظيف جديد، النهاردة يحاول المدير الفني برجاوي ومدرب العام محمود سعيد في التوظيف الجديد لبعض العناصر في أرض الملعب. مصطفى صبحي ومعاه مودي لاحمد ابراهيم الكابتان والقدم اليسرى المهاريه. احمد ابراهيم يصوب ويسدد لكن مقطوعه، عايز يعديها مودي ولكن خارج الملعب. رميه التماس او ركله التماس ل 100.6 اتعلقت عند صاحب القميص 24 احمد صادق حضر على كورته. رامز يلعب ويغير ملعب هناك عند احمد ابراهيم. دكروري يلعب لمودي، مودي عايز يعدي. احمد ابراهيم كعب جميل لصبحي، مصطفى صبحي يرجع مره ثانيه لاحمد ابراهيم.
فرقتين كويسين، احمد ابراهيم عايز يعدي لكن مقفول عليه، عبد النعيم الضغط البريس لكن يمسك دوبل دوبل يرجع النادي الاهلي، اتلعب الطويله ده كروري رجع للقواعد بتاعته، رجع للمكان المحبب والمفضل قلب دفاع قناه الاهلي، يبدا ويسلم رامز طويله ضربه الراس من صاحب القميص رقم 14 احمد صاد، ماشي استلم دكروري دور على حد يسند عليه، يلعب عند عبد النعيم قاعدة صواريخ أرضية، يلعبها قوية قوية جدا من عبد النعيم خارج الملعب، ركلة التماس ركلة التماس رامز لطارق مقطوع، يعتبر الثانية مودي يصوب ويسدد تصويبة من مودي ولكن خارج الملعب لركلة المرمى، يبدأ نجوم اف ام 100.6 احمد ابراهيم الكابيتانو لمصطفى صبحي، مصطفى صبحي صبحي المهارة الكنترول التحكم، رامز عايز يعدي لكن يضغط عبد النعيم وخارج الملعب، والله اللي كان ضغط عسلية مصطفى صبحي تمريرة لكن رجع حاكم اللقاء لصالح قناة الاهلي، ده كروري اخصائي الضربات الثابتة للنادي الاهلي، افتقد الفريق النهارده لخدمات شادي عبد السلام دوبل يلعبها ودينجرس بلاير ركلة حرة صفيرة محمد عبد العزيز تساب الركلة الحرة، وقع دبل وادي قناة الاهلي شايفين بقى مقاعد البدلاء بالكامل، رامي وشادي عبد السلام وكريم طلبة احمد عادل واشرف بدوي حاطط ايده في جيبه، اشرف بدوي ادي بصته وادي دكروري ولمسته وادي دكروري والباص بتاعه لعسلية، يلا عسلية المهارة عبد النعيم عبد النعيم لما عبد النعيم هيصوب يلعب تمريره لمين؟ عدلي رامز لقاء الفرصه الاخيره، الوقت يمضي والفرقتين النهارده محتاجين الفوز تكمل في البطوله محتاج الفوز، يضغط نعيم لعسليه لنعيم عبد النعيم الثقه الزياده، صبحي مصطفى صبحي واحد على واحد صبحي يصوب ويسدد لكن يا سلام على دكروري حائط صد قوي من دكروري، ارجع مره تانيه صبحي المهاره صبحي هيعدي صبحي يلعبها لاحمد ابراهيم مقطوعه ركله حره لصالح قناه الاهلي على احمد ابراهيم، اتلعبت سريعه لعبد النعيم نعيم لمودي مودي لعبد النعيم قاعدة صواريخ أرضية متحركة، عبد النعيم لعبها لمين؟ مين نكمل؟ من هنا خارج الملعب في الجانب الأيسر ركلة التماس الجانبية، يلعب أحمد إبراهيم إبراهيم الظهير الأيسر السابق زي ما قلت لحضراتكم لنادي الترسانة وبلدية المحلة الحالي، طبعا البداية كان في نشئ نادي الزمالك اللاعب أحمد إبراهيم، مرة تانية الأرضية لكن دبل قافلها دبل، يبدأ ويلعب عدلي يلا عدلي المهارة عدلي عايز يعدي عدى قفل عليه وركلة حرة على قناة الأهلي، مصطفى صبحي اللاعب اللي عنده الحلول وادي مقطوعة يلا يا راجل يلا نعيم 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 عدى نعيم صوب صوب يا راجل التصويبة ولكن خارج الملعب ركلة المرمى لقناة أو لنجوم اف ام، يبدأ رامز طارق فيجو يعلقها جميلة لكن يقطع دوبل ويلعبها مرتدة يروح يا مودي مودي العرضية الأرضية عبد النعيم حط جسمه نزل رامي يعلقها بالعرض يا راجل
يا راجل بالعرضة لكن اللي خارج الملعب ركلة المرمى. يبدأ مرة تانية نجوم اف ام 100.6. التحضير عند الكابيتانو احمد ابراهيم. ابراهيم دور على حد يسند عليه. بصيص الامل يرجع مرة تانية شادي لكن مقطوع. مودي مودي تعمل عليه بلوك دفاعي. واحدة والتانية مقطوع مرة تانية. بيمشي كتير لعبي نجوم اف ام بالكورة. تحضير وقت طويل. القرار طارق فيجو يرجع لشادي. شادي مصطفى صبحي عدت مرة تانية. دور على حد يسند عليه. مقطوع يا مودي. راح مودي ضغط مصطفى صبحي وخلص الكلام. يرجع لاحمد ابراهيم. التحضير احمد ابراهيم حذاري من القدم اليسرى لاحمد ابراهيم. حذاري من القدم اليسرى لاحمد ابراهيم. يصوب ويسدد لكن عمل له بلوك دفاعي عبد النعيم. تعادل سلبي لا زال. وعنوان اللقاء الاهلي قناه الاهلي ونجوم اف ام. هذا اللقاء لحضراتكم لقاء الفرصه الاخيره. اخدم نفسك بنفسك. صبحي 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 مصطفى صبحي بثقه زياده يا راجل. مصطفى صبحي بثقه زياده لكن يقطع عبد النعيم بكل قوه. عبد النعيم العبها لعسليه. طويله من عسليه قويه من عسليه خارج الملعب مع عبديه. عسليه يبدا مصطفى صبحي مره ثانيه. طارق يقطع عسليه لمودي. سيبه يا راجل القائم ولكن القائم الايسر لمرمى الحارس خالد احمد ابراهيم. اللقاء باسرع رتم اللقاء ده كروري مش هيسيبه. يضغط مره ثانيه. فيجا فيجا احتسب حكم اللقاء ركله حره ولا رمي التماس. ما سمعناش الصفاره. رمي التماس يبدا ويحضر. شادي سلام عليك يا برجاوي. شوف بقى الكلام. شوف بقى لما المدير الفني بقى صاحي ومركز يقول له العمق ده كروري. طبعا بعد سلسله المشاورات جول 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 جوه جول. هدف اول لقناه الاهلي. هدف اول لقناه الاهلي. وادي ده كروري. ده كروري باحتفال رمضان صبحي بيقول احنا الاول. بيقول احنا الاول. واحد للنادي الاهلي او الهدف الاول. لكن شوف تعليمات بقى برجاوي. شوف تعليمات المدير الفني اللي قاعد صاحي ومركز ومعاه المدرب العام محمود سعيد. قال له العمق ده كروري. ردت الكوره بجول. يعني ما شاء الله. سلام عليك يا برجاوي. النهارده العرضيه الارضيه ركله جزاء. ركله جزاء ما وجهش تعليمات المره دي. ركله جزاء على قناه الاهلي. ركلة الجزاء لنجوم اف ام. احمد ابراهيم في مواجهة دوبل. دوبل واحمد ابراهيم. احمد ابراهيم والقدم اليسرى المارية ودوبل وصفيرة محمد عبد العزيز. ابراهيم ابراهيم يا ولد يا ولد يا دوبل يا ولد يا دوبل. بالاحضان يا حبايب يا رايب. الله يريح له دكروري. الجرينتا بتاع دكروري. مرة تانية يبدأ شادي. واحد النادي الاهلي. احمد ابراهيم مقطوعة ركلة حرة على قناة الاهلي. احمد ابراهيم مقطوعة. مودي 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 يسند. نعيم فين يا راجل؟ حط يا راجل. مش ممكن. جول 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 جوه جول. التاني التاني يا حبيبي التاني. منتخب الساجدين منتخب الساجدين وقناة الساجدين. وادي دكروري. وادي لعيب النادي قناة الاهلي. والهدف الثاني لقناة الاهلي. اثنين لا شيء. هدفين في شوط اللقاء الاول. سيطرة واستحواذ. وهدفين لقناة الاهلي. يلعبها لكن واضح النهاردة. واضح النهاردة يعني زي ما قلت لحضراتكم قيمة تواجد مدير فني بحجم برجاوي. يعني النهاردة الفريق افتقد لبرجاوي في اللقاء الماضي أمام قناة القاهرة والناس. لكن النهاردة أحد أصحاب الكرافطات الشيك أحمد برجاوي
مرة تانية حط خطته وبنى فلسفته دي وبنى امبراطورياته بفلسفته الخاصة. النهاردة برجاوي وادي التصويبة، يا السلام يا دوبل، يا السلام على دوبل النهاردة تألق وتجمل دوبل، يا السلام يا دوبل. يلعب العرضية وادي الرأسية بجوار القائم الأيسر، بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس دوبل. والنبي يا برجاوي تشوف لنا الصورة النهاردة، الصورة مختفية شوية، ترجع مرة تانية. عسلية يرجع لمودي، اتنين لا شيء. نعيم فين يا رامي؟ بتعدي فين يا راجل؟ وادي دكروري، وادي تدخل، وادي قرار، وادي انذار. بروح رياضية رايح دكروري، دكروري رايح يطمن على لاعب احمد ابراهيم، واحد من اللعيبة اصحاب الخلق العالي والرفيع احمد ابراهيم. تصويبة ولكن خارج الملعب لركلة المرمى، اتنين لا شيء. ماذا تخبئ وماذا يخبئ في جعبته النهاردة احمد برجاوي المدير الفني لقناة النادي الاهلي؟ محفظتك فيها ايه النهاردة برجاوي؟ يقول لي 7.5 جنيه، عنده لسه قابض من القناة النهاردة. يبدأ مرة تانية احمد ابراهيم، ابراهيم عايز يعدي، يموه، يصوب، يسدد، ولكن خارج الملعب. معبيه عدت مره فاتت خارج الملعب، ركله المرمى صافره نهايه احداث شوط اللقاء الاول. يطلقها محمد عبد العزيز بتقدم قناه الاهلي على قناه نجوم اف ام، اتنين لا شيء. استراحه قصيره ثم نعود لحضراتكم احداث الشوط الثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنبدأ مرة تانية أحداث شوط اللقاء الثاني. رجع يقف على الخط برجاوي، شوف على يدنا اليمين نجوم اف ام، على يدنا الشمال قناة النادي الأهلي أحمد برجاوي المدير الفني. الكلمتين للاعب قناة الأهلي ما بين شوطي اللقاء، لهم كويس الأداء في شوط اللقاء الأول. نكمل على الأداء يا شباب. طبعا معايا النهارده جهاز فني واداري، محمود سعيد رئيس تحرير ملعب الاهلي، مدرب عام واداري هشام محسن. شوف فريق نجوم اف ام، مصطفى صبحي الرامي يقطع، ولكن صافره محمد كامل، اكتساب ركله حره لنجوم اف ام المرتده السريعه. لكن يرجع مره ثانيه احمد نبيل، نبيل خارج الملعب رمية التماس، يلعب نعيم يعلقها لكن سهلة في ايد خالد. السلام عليك يا رامي، الله رامي خارج الملعب. وادي دوبل والتعليمات والتوجيهات انه يفوق اللعيبة، تقول بلغة الكورة دور حارس المرمى انه يفوق اللعيبة. يبدأ مرة تانية نجوم اف ام 100.6. لسه بندور على المحطة، غايبة المحطة النهاردة حتى الآن. صبحي يا سلام عليك يا صبحي، بقول لحضراتكم ناشئ النادي الأهلي واحدة والتانية، عايز يعدي أحمد إبراهيم، أرضية الأرضية، لكن دكروري لخارج الملعب. وعدي دوبل أحمد إبراهيم، واحدة والتانية مع فيجا، هيضغط الرامي ولكن صبحي يسندها له. استعجل رامي، اهدى يا رامي، ترجع مرة تانية ويبدأ ويسلم الرامز. عدى في العمق يا ولد، يا سلام. بص الكلمة، شوف المدرب اللي عنده مبدأ من بداية الماتش عمال يقول له العمق، في الشوط الثاني برضه بيقول له العمق. السلام عليك يا برجاوي، عنده مبدأ يا جماعة، ما غيرش كلامه، قال له العمق أحرز هدف، وقال له العمق مرة تانية هيجي في هدف. يرجع مرة تانية لكن مقطوعة، مودي عدى عسلية، عسلية هيعملها ولا إيه؟ هيعملها ولا إيه؟ هوبا، لا يا راجل، لا يا راجل، لكن مقطوعة مرة تانية. يبدأ طارق مودي يلمس يسند أحمد إبراهيم، ركلة حرة لأحمد إبراهيم. بعد شويه برجاوي يرجع تاني يقول العمق، عايز يقفل عمق الملعب.
مرة ثانية رامي خارج الملعب، رامي التماس لنجوم اف ام 100.6. النهاردة النادي الاهلي او قناة الاهلي 6-6. ابدأ احمد ابراهيم قافلين عليه زاوية التصويب، شادي تمريرة لاحمد ابراهيم، رامي بالعقل يا رامي، بالعقل يا رامي، الاهم من الاستلام التسليم يا رامي. لعبت طول عمق، هو ده اللي بيقول عليه برجاوي. السلام عليك، السلام عليك يا برجاوي، السلام على تحليلاتك، السلام على مساتك. ارجع مرة تانية نبيل، رامز ماشي بعرض الملعب، ابراهيم عرضية عرضية لكن فين؟ جول 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 جول. النيران الصديقة، النيران الصديقة، هدف اول للنجوم اف ام. 2-1 2-1، هدف ذاتي. النيران الصديقة، برجوي عمل حساب كل حاجة الا النيران الصديقة. دكروري يلعبها طويلة لنعيم، نعيم مرة تانية، مصطفى صبحي السلام، صبحي صبحي يرجع لاحمد ابراهيم، احمد ابراهيم اتسندت عند رامز يصوب ويسدد خارج الملعب، ركلة ركنية لنجوم اف ام. عرضية عرضية، دكروري حط جسمه، يا سلام عليك يا دكروري، بص دكروري بص اللمسة عمل ايه، بص مودي 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 فين، من قرب من قرب لمودي، مودي بعدت قوي، تصويبة خارج الملعب. يعني لازم اقرب، لازم اقطع من بدري يا عسلية. يرجع ويسلم مرة تانية، فيجا فيجا طويلة في العمق لكن دكروري سبل دبل دبل، يلعب التمريرة مع نعيم لرامي، رامي لنعيم، مصطفى صبحي ركلة حرة لكن على مين؟ حتى سبعة على قناة قناة الأهلي. أحمد إبراهيم فيجا فيجا، عندهم عناصر مميزة أيضا نجوم اف ام. نعيم منها رمي التماس مرة تانية، فيجا فيجا يرجع لأحمد إبراهيم الكابيتانو لأحمد نبيل، نبيل تصويبة لكن بعيدة تماما تماما، ما ظبطش الإشارة. تصويبة أحمد سلام دبل، يبدأ مرة تانية عسلية، عسلية الناحية دي يا عسلية لنعيم، العرضية يا ولد يا ولد على الجملة الفنية، سلام يا عسلية، يلعبها لنعيم لكن مقطوعة مرة تانية، صبحي خارج الملعب ولكن اكتسب ركلة حرة لنجوم اف ام. 2-1، عدى فيجا فيجا فيجا، دكروري كعب القدم، الربط يا شباب نعيم لكن سلام يعلق في ايد دبل، دبل يلعبها عند نعيم، نعيم نعيم من قرب له عرضية عرضية، جول 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 جول، يا سلام يا مودي يا سلام يا مودي، غير المود وحط هدف ثالث بالريموت كنترول من اللاعب مودي، لكن العرضية الجميلة من عبد النعيم وهدف ثالث. عارفين هو في نيته برجاو انه يقول العب في العمق قبل الهدف، انا عارف في نيته قال، ولكن هدف ثالث، هدف ثالث لقناة الاهلي. يرجع ومرر مودي، مقطوعة السلية واحدة والتانية، أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم، وادي التحضير وادي التمرير وادي تعليمات برجاوي، المرتدة السريعة يلا يا راجل، اربط يا راجل معاه، اربط معاه، أرضية أرضية، لا يا راجل لا لا مالكش حق، هدف رابع ضائع من قناة الأهلي، لكن النهاردة وقفة برجاوي، السلام عليك يا برجاوي. مرة تانية مصطفى صبحي لاعب وناشئ النادي الاهلي بيلعب امام قناه الاهلي، سجل عندك يا برجاوي. يرجع مره تانية بعرض الملعب، عسليه لخارج الملعب، ركله ركنيه لقناه النادي الاهلي، عسليه
سليه يعلق ويلعب عند عبد النعيم، رامي رامي عدى مر فات، فين فين يا رامي، فين يا رامي، فسر لي المشهد اللي فات، ولا منك صوبت ولا منك مررت. استاذ برجاوي بيفكر في تبديل، بيدور في محفظته، هيدور على مين؟ بقول لحضراتكم قري افكاره. سلام عليك يا برجاوي، لكن ده كروري ياخد منها ركله المرمى. خبره الايام والسنين والليالي قاعده في الاستوديو مش ببلاش يا جماعه. مرة تانية عايز يعدي، عدى مر فات العرضية يا سلام، ولكن بيلعبها بوش رجله الخارجي عبد النعيم، ولكن اللي خارج الملعب ركلة المرمى. اتلعبت الطويلة الطولة الأمامية، دبل رامز 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 في الشلال، ولكن فين ده بجوار القائم الأيسر لمرمى دبل. مرة تانية دبل لمودي لعسلية، عسلية عسلية عسلية، كملها يا راجل مش ممكن، خارج الملعب معدية عسلية بإيدك يا حارس. سلام عليك يا كابتن محمد عبد العزيز. استلم أحمد إبراهيم، العنصر الابتكار، عنصر المهارة، عنصر الإبداع. سلام يا دبل، النهارده مان اوف ذا ماتش في قناة الأهلي الحارس دوبل، وادي خليفة كابيلو أو علاء عبد العال المدير الفني لأون سبورت، النهارده كان متعصب متنرفز. النهارده يعني غايب منه ثلاث لعيبة مهمين النهارده. اللاعب شيكا اتلعبت الطويلة. نعيم نعيم نعيم، فين يا نعيم؟ بيدور على مين؟ العرضية مودي لكن بجوار القائم الأيسر خارج الملعب. ركنية عمل يا سلام عليك يا برجاوي على تبديلاتك، يا سلام على همساتك، يا سلام على رؤيتك، يا سلام على حطتك. فين العرضية؟ فين الجول؟ ولكن يتصدى الحارس. ده كروري هيصوب، يصوب لكن فين؟ ده في جزيرة، في جزيرة بالي ولا على بالي يا ده كروري. يبدأ مرة تانية، حلو الأداء من قناة الأهلي النهاردة. فيجا اتلعبت التمريرة العرضية الأرضية، لكن دوبل النهاردة. يا سلام يا دوبل، قلت فيك كل الكلام، خلصت فيك كل الكلام. مبودي المرتدة نعيم، روح يا راجل روح. نعيم 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 اتأخر، ولكن اللي خارج الملعب ركنية. اعتراض ده كروري بيقول له ركلة جزاء، بيقول له ركلة جزاء، ولكن حكم قال لك ما فيهاش اي. يا سلام يا دكروري، سلام عليك يا دكروري، مخطوفه خطفه والله، مخطوفه خطفه يا دكروري. مره ثانيه دكروري لخارج الملعب، شوف دكروري، شوف الاستلامه، شوف الحطه والنطه، شوف القطه والبطه من دكروري. النهارده مدير التصوير استاذ شنوده والاستاذ حسام النهارده ناقلين الحدث وشايفين الصورة والمشهد بتحرك بالكاميرا في كل مكان، وهذه تصويبة لكن بجوار القائم الأيمن خارج الملعب معدية ركلة المرمى لقناة الأهلاوية. دبل لعبة طويلة لمودي، ضربة رأس لخارج الملعب يا مودي. المنعطف الأخير من أحداث أمر شوط اللقاء الثاني، 3 قناة الأهلي، 1 نجوم اف ام. احمد ابراهيم لم موه، عدى احمد ابراهيم. الراجل ده يا جماعه واحد من اللعيبه المهمه والمهاريه، مصطفى صبحي على الملعب ال11، الاثنين دول حاجه تانية، حدوته تانية. احمد عدلي التبديل اللي عمله برجاوي، وادي نعيم لو لحق، لكن خارج الملعب ركله المرمى. دكوري خلاص طلع يلعب رأس حربة، عدت العب لدكروري، حط راجل العرضية لدكروري. لا لا لا، خارج الملعب ركنية مرة تانية. أحمد إبراهيم
ابدا سيف رامز فيجا عسلية يضغط نعيم 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 مشي عدى نعيم نعيم مين قرب له مين قرب له نعيم يا راجل مرر يا راجل حط العرضية حط يا ذكروني بقى حط يا ذكروني بقى خارج الملعب عايز يعمل تبديل برجاوي مرة تانية احمد ابراهيم هيصوب يا ولد يا ولد تصويبة قوية واحتسبها ايه جول 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 هدف تاني لقناة القاهرة لقناة نجوم اف ام هدف تاني هدف وده كرور هنا بيقول له عايزك تشوف الفار ارجع للفار بيقول له تشوف الفار نشوف الفار هنشوف حاكم اللقاء قال ايه الفار هنشوف لا هدف قال لك هدف الفار بيقول هدف مودي لعبة طويلة مودي مودي لم مودي خارج الملعب راميد التماس 3-2 وعسلية عسلية يلعبها مرة تانية مصطفى صبحي لكن التغطية من عسلية فاضل دقيقة فاضل دقيقة وكل عام وانتم بخير عسلية هيلعب الحارس خالد لرامز رامز برجاو بقى رجع فرقته وقف فرقته تحت الكورة عايز يحافظ على الفوز الغالي وهدف الانتصار رامز بعرض الملعب مصطفى صبحي اوعى ده اوعى ده نعيم ومصطفى صبحي اوعى ده المرتده خلص الكلام راح انفراد هيخلص هيخلص حط راجل حط راجل لا 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 جول يا سلام عليك يا برجاوي يا سلام على منتخب الساجدين وادي هدف الانتصار الهدف الرابع 4-2 احرزه اللاعب عسلية 4-2 لقناة النادي الاهلي مبروك لقناة الاهلي هارد لك لنجوم اف ام ادوا لقاء محترم وفريق محترم مبروك لاحمد برجاوي المدير الفني وجهازه المساعد محمود سعيد المدرب العام وهشام محسن الاداري احمد عادل شؤون اللاعبين اشرف بدوي المدير الاداري وادي برجاوي في حكاياته ورواياته خلصت الحكايه والروايه استاذ شنوده مدير التصوير وحسين حسن مدير الصوت ومحمد عادل واستاذ حسام مدير التصوير اعزائي المشاهدين تقبلوا تحياتي معلقكم الرياضي فاروق صلاح تقيكم في لقاءات قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته